استهداف مطار دير الزور العسكري قطاع الجفرة بقذائف الهاون لواء فهد محمد كتيب الشهيد شحوار تجمع الحمزة. الله أكبر. استهداف أحد النقاط على أسوار مطار دير الزور العسكري قذائف الهاون لواء فهد محمد تجمع كتائب الحمزة كتيبة الشهيد شحوار. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله.